فيهم من البداية نوايا عمل محترم. من البداية في نية العمل في نية المحترم. العمل المحترم. في أعمال بقى أنت تبص عليها كده وتقول ليه؟ ده أنا سمعت لفظ النهاردة والله قبل ما أجي أنا ما صدقتش. يعني ما صدقتش تقال في الشارع. مش في مسلسل. لو تقال في الشارع أنا هتكسف كمان أروح للبني آدم اللي قال ده وأناقشه. لا 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 احنا في كارثة. لفظ يعني لفظ بإفيه بقى علشان يضحك. والمشكلة ان الاعمال الكوميدي للأسف بستثني منها بس مسلسل ياسمين ياسمين عبد العزيز هربانة هربانة منها. انا برضو عجبني مصطفى خاطر مع ياسمين، وبرضو هم في نيتهم يعملوا كوميديا شيك ولطيفة ما فيهاش أي ابتذال وكده. ولكن أنا بشك في قدرات السيناريو والأفكار بتاعت كل حلقة. وأنا عايز أقول حاجة برضو، إحنا موضة الحلقات المنفصلة كانت تستهوي الناس في فترة من الفترات. النهاردة أكن ياسمين بتعمل 30 فيلم بتتعب. أنت بتتعب على بال ما تجيب فكرة، فالفكرة بتضيعها في حلقة. فاهم قصدي؟ فهو ده جهد زيادة عن اللزوم. السيناريو أنا أعتقد أنه خلى بياسمين، يعني خلى بيها في الأواخر كده في الأفكار بتاعتها. خزلها. إنما مسلسل ممكن أقعد أتفرج عليه واستمتع بيه.